متابعينا متابعي القاهرة 24 وخير لايف في قناة القاهرة 24، مرحبا بكم مطروح. وصلاة الجنازة على الشاب الذي توفي في حادث أثناء ذهابه إلى العمرة اليوم على طريق وادي النطرون. آلاف المواطنين في مطروح يسجلون صلاة الجنازة على الشاب. متابعينا متابعي القاهرة 24، صلاة الجنازة انتهت وتم تحميل الجثمان والذهاب به إلى المقابر. بيودعوه آلاف من أهالي مطروح، جنازة كبيرة الله يرحمه. الجنازة دلوقتي ماشية راح ناحية المقابر اللي فيها دلوقتي. جنازة مهيبة توجد أهالي مطروح كلهم. احنا في الجنازة دلوقتي ماشيين جنازة الشاب الذي توفي. أهالي مطروح يطلعون الشاب الذي توفي أثناء ذهابه إلى العمرة في مدينة مطروح. الآلاف من أهالي مطروح يتابعون الجنازة. نحاول نلحق في الجنازة الله يرحمه في الشمس ويجعل الأسواق في الجنة.